دخلنا اكسبير 2024 صافي زيرو كونتر. وتحياتنا ناس عندنا باش نحكوا الماتريكيل برك. مرحبا بكم. ما تحتاجوا مره خلاف، مرحبا بكم. اليوم دخلنا الزيرو، دخلنا الاكسبير ودخلنا 2008 وعندنا ثاني تيغوان موان 3 كاينه السلعه. تبعوا الصفحه برك. الاحباب الاكسبير الصافي من الميناء الى عمكم الحاج كما راكم تشوفوا. سلعة من المنتج إلى المستهلك، عدنا هذه وعدنا هاي قاعدة تخش. شوفوا خاوتي، عدنا 2008 جديد، كولير تاعو المليح جرين هاردو، وعدنا الجرين سوري. هذا نوفال كوليكسيون هذا. عام كمل الحاج كيما عاودكم، يشري بالجملة ويبيع بالهملة. خاوتي، وشنو الحاجة في الصفحة المليحة تاع عام كمل الحاج؟ كل يوم الجديد والجميل. ما تملش خلاص، اللي ما يشريش يتمتع، اللي ما يشريش يهز أيدي حتى على البيع وشراء. خاوتي هاهم ديسبونيبل الموقع وزناتي قال خاوتي الدستر بالبركة على نفس الطرف بالبركة عليهم ان شاء الله ربي يوصلوا ان شاء الله سالم غالم ناس بزاف تقول لي عمي الحاج كنا دير الله لي فريزون خاوتي كي تجي نتهموا في حاجه تخلصني نبعثوا لك وين تحب 58 ولايه تجي لهنا قال هاي 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 تخلصني نبعث لك واش تحب توصلك بربي ان شاء الله للدار الاحباب عندي هذا ثاني سمه مليحه وعندي ثاني هذا الاكستريم كما اللي بعته. بارك على ناس كيكدا مضبوط بالبركه عليك ان شاء الله العقيبه الحاجه خلاف روح ربي يسهل ان شاء الله يعجلك عامر وثامر روح عمكم الحاج يجيب غير الجوز واللوز تحياتنا ربي يحفظكم ان شاء الله خالتي خالتي اللي يجي عند عمك الحاج راك جاي عند خوك ونبيع لك من النيه وبالقلب وبالصدق والمصداقيه ربي يحفظكم ان شاء الله خالتي على بالي ناس تحبني وتحب تشري عليا راني ثاني قلت الكونفيونس اللي مدايرينو فيا. فارس ناس البرج بالبركة عليكم خويا ناس البرج والله نحبوكم في الله راكم ناس طيبين يا فارس خويا عجلك عامر وثامر ان شاء الله يا ربي وحنا ثاني والله غير عجبنا السوق تاعكم وان شاء الله يجينا السوق وحسن الاستقبال بارك الله فيك خويا ربي يحفظك وان شاء الله كيما يقولوا راكم على العين والراس ربي يحفظكم بارك ناس بزاف يقولوا لي عمي الحاج والله نسمعوا صوتك بركة رانا جايين نشريو والله والله غير شريت بلا ما نعرفك وشريت على الصوت تاعك ولا الصدق تاعك الصوت تاعك خويا ربي يحفظك ان شاء الله روح يعيشك مليك الرمان خويا ربي يهنيك ان شاء الله ربي يوفقك على خير ربي يسهل ان شاء الله ربي يهنيكم خوتي ناس بزاف جاوني جماعه من لندن جاوني جماعه من باريس من الطليان قالوا لي والله يا عمي الحاج رانا نتبعوا فيك الهيه ورانا جارين وجهك قبل البيع وشراء قالوا لي السياره تبعد الناس الكل قال لي ان حسينا فيك مصداقيه بربي ان شاء الله خوتي الشيء اللي تحسوه حسينا فيك مصداقيه بربي ان شاء الله خوتي الشيء اللي تحسوه وراكم جايين عند خوكم وبربي ان شاء الله راك تلقاو صدق المصداقيه وراني نبيع لكم بالضبط كي الدلع كي تلقى حاجه راهي مرفوعه عليك انا نخدم جديد ونخدم حاجه نظيفه باه كي نبيع لكم اللي شرا يحوس واللي باع يويس ربي يحفظكم ان شاء الله صافي قيه بالبركه عليكم ان شاء الله ناس الريت تجمور راه عند عمكم الحاج بقوه كبيره البارح جا خويا ياسين الطاج كيما نقولوا الرابع ضرب فيها ا 3 جا واحد يبيع كوستيمات ضرب فيها اكسبير وين راح الاكسبير كيما هك قالوا لي رانا نجيو عندك هذا الطاج الاولى تسمى لي الطاج كل عند عمك الحاج بقى يخص طاج ولا جوج درك زيد نجيبهم صدقوا المصداقيه هاي يا خويا رفيق بالبركه عليك وربي يحفظك ان شاء الله ويعجلك عامر وثمر جماعه اسمع جماعه كوزميتيك لازم ندير لهم اليوم البروموسيون كيما درت لك انا سالنا عليهم سالنا على عم جدبيبي على جماعه كل واللي مسال عليك مع عمك الحاج روح ربي يسهل ان شاء الله سالنا على ياسين عليهم الكل خويا ربي يحفظكم ان شاء الله راكم نعم الناس خويا ربي يهنيكم خويا ربي يهنيك ان شاء الله جماعه الريتاج مول تشوف لانيفرسير تاعهم البارح شوف جاو شراو كل بقيتوا غير انتم ماك جيتوا ان شاء الله ناس قسنطينة مرحبا بكم عند عمكم الحاج واش راح نقول لكم هنا كي تجيو عند خوكم راكم تشربوا بصدق والمصداقية هذا ما راح اقول لكم عندي السلعة والسومة واللي يحب يجي يشوف ارواح باذن الله طيح في حاجة تاعك ومرحبا بكم ودار داركم توجور بخير طارق بالبركة عليك بارك فيك تعيش نسباتنا والقوة جاتنا خوتي العالبين البوط اوتو راهي سلعة ما شاء الله وسلعة شاك فيزي جاونا نسباتنا والبارح ولا البارح جاونا ناس قسنطينة داو منها خاوتي بقات لي كحله هذه مازوط بواط مانيال وبقات لي هذه بواط اوتو ايسونس مهما البريات عند عمكم الحاج اللي ما داش اليوم يباتي لهم المهم سالنا على نسباتنا ما تنساش عمك الازهر باباي عمك منير نونو عبد النبي سالنا عليهم كل نوفال اريفاج تيغوان سلعه وسمه 193 حصان 193 شوفوا خاوتي فول اوبسيون
والسلعه والسومو البروموسيون خاوتي، فيه رود سكور، فيه البول داتلاج، الجونتر بلاك بلاك، فيه كلش، كليراج دومبيونس، طابلات، تات عوت، الرباطابل، البوله، البري. واش شوفوا خاوتي، ارخص سيغوان هو عند عمكم الحاج في النوفو. واش راح نقول لكم؟ سلعه والسومه. خاوتي شوفوا هذا منا، شوفوا الفيديوهات هذو منا وجاي باذن الله تلقاو غير البري البروموسيون. عمكم الحاج يشري بالجمله ويبيع بالهمله. اللي يحتاج سيغوان بسومه طايح من الضاله راهو عند عمكم الحاج. انا ما نقولش البري، بصح لي واحد كعود شاري يدير وجه تبارد راني البري راح نقوله لك ما تلقى حتى في بلاصه. هذا ما نقول لك، هاهم ديسبونيبل. السلعه هذا وين جات؟ بريمير ما من المنتج الى المستهلك. هبط اوليدي، هبط. تيغوان خاوتي ديستيناسيون ما على بالي شويه، القسم تاعو والله ما على بالي. اليوم راح نقرط له قرطه. واش نقول لك؟ شغل انه عمكم الحاج راح يولي كي هونغ باك، يعرف غير يقرط برك. ها لي ما داش اليوم يباتي لهم. هبط خاوتي، عندنا زوز دركا وزيد من بعد شوي في الليل ولا غدوه الصباح زيد حكوا زوز الاخرين. هذا بروموسيون سوما تحت على ناس باتنا وناس زاير. واحد جاني به بنسيبه قال لي عمي الحاج خيرنا لي كولير وانا اللي نديها انا وانا اللي نسيبي. هذا ديستيناسيون باتنا. قلت له انت يليق بك هذا، وهذا ديستيناسيون الجي لي باناني بالبركه على ناس الجزائر. خاوتي عند عمكم الحاشري وصدقوا المصداقيه، تيروك هذا ربي يبارك، حاجه فخامه تاع الصح. الى عمكم الحاج ان شاء الله راك مدي على اخوك اول حاجه قبل البيع وشراء. روح شارجي. قلت له تاباتنا نديرها الكادو من عندي، وتتزايا قلت له تتزاير نديرها الكادو من عندي لا لي فريزون كادو. قلت له تاباتنا خلص حتى. قال لي عمي الحاج خير الامور ابسطها، تنديروا خاوه برك باجي في النص. بصح دا سلعه ما شاء الله تبارك الله لي تيروك خاوتي. المهم ام ديسبونيبل بقى حاجه خفيفه. انتيريسي مرحبا. عندي كولر ثاني الشباب خلاص، هام لي كولر. ها سنة تشوف نعطيكم كولر خلاف. ها هي السلعة ما شاء الله تبارك الله. ها ستير. ها عمكم الحاج ربي يطاح الحمد لله. شوف ها كولر الثاني. كولر يفلق هذا. لي انتيريسي خاوتي، ها كولر شباب وكولر مليح. الموقع وزنتي قال ما توجد. خاوتي لي كابتير ربي يبارك، سلعة ما شاء الله تبارك الله. هذه عمك زبير قال لك عمي الحاج لازم تشارجيها لي درك هذا الصباح تكون عندي. قال لك دير خماسك في زداسك وبعثها لي الصباح، قال لي كي نوض نصفت عليها. قلت له انت اطلب برك وانا نطبق. عمكم الحاج في الخدمه. شوفوا السلع الكابتير خاوتي باه زيد فهمكم علاه ناجحه هذه. موتير تاعها لا سون سيكون شوفوا زاده بالطبع. دوك نديرها لا لي فريزون وكادو من عند عمكم الحاج توجور. ديستيناسيون شيف بالبركه على ناس الشلف ان شاء الله. ناس الشلف خاوتنا عيط لنا واحد قال لي عمي الحاج انا شاري وجه قد. قلت له خويا على الكلمه هذه ناس الشلف نحبهم في الله وعشره طيبه. هاو راح نشارجيه منا وراح الكاميو. ها هو الكاميو يستنى فيه. قلت له تسال كل خير وعندي احبابي. قال لي تعرف فلان وفلان. قلت له شوف نبعث لك وعينيه مغمضين بالبركه عليك. مرحبا بكم عمكم الحاج تعرفوا الموقع داركم. مرحبا بسيكونتوت ولايه. هيا شارجي يا كمويل، شارجي خويا. دوك يوصلك سالم غانم باذن الله وربي يحفظك. وناس بزاف دير فيها كونفيونس يجي يخلصونا خويا. يقول لك ابعث اول حاجه الوقت وين يقعد ديبانا شاك ابعث يا خويا. تقول له ما تعرف يقول لي شوف خويا روح ما كاش مشكل خلاص. بليزير احنا شوفوا صدقوا المصداقيه خير من البيع وشراء. واحد يجي من شلف ولا من وارن ولا ما على باليش من بشار يجي يخلصك يقول لك ديبانا شاك وين يفرغ خويا ابعثوا لي بعد يومين ثلاث ايام حتى سمانه ما كاش مشكل خويا. او يجيك اليوم بعد لا سمانه لا ربع ايام لا خمس ايام. روح طلعوا كمويله ربي يهنيكم ان شاء الله. نتمنى لكم كل خير وتبعوا الصفحه راهو كاين توجور جديد. شارج يا وليدي رامي بالبركه عليك وراه ولد طبيب وراه بالبركه عليه ان شاء الله. خاوتي لا لي فريزون اليوم وين قسمطينا؟ اليوم ناس قسمطينا جاونا بقوه خلاص. واش نهولي بقوه كبيره ناس الريتاج مول مرحبا بكم ومرحبا بناس قسمطينا. هاي لا لي فريزون قال لي عمي الحاج قلت له والله كادو من عند عمك الحاج. مارغري فيها حويجه خفيفه برك معليش حنا ساعه معليش. درت له طبيات كادو ولا لي فريزون كادو. كاينين حوايج كيما الطوموبيلات هذو خاوتي ياك تعرفوا فيهم حوايج خفيفه بصح يعجبوا قسمنا بين خويانا كل نهار وبركته كيما نقول. ساعه هكا وساعه هكا وخلي الرور ما تمشي وخلاص.
مهم ليسونسيال خاوتي، مرحبا بك وتوجور، رانا هنا في الخدمه هاو في الليل، بس على جالتكم ما يكون غير خاطركم ان شاء الله.